نصف البدر أو الربع الأول، يضاء النصف الجزء القمر المواجه للأرض والنصف الآخر يكون مظلم. نرى القمر على شكل نصف دائرة. إذا لما بيكون القمر كمل دورته، فالجزء الذي نشاهده من الأرض يكون مضاء، أما الجزء الآخر فيكون معتم، فيسمى في هذه اللحظة نصف بدر أو الربع الأول. ومع استمرار حركة القمر يزداد الجزء المضاء ليصبح القمر أحدب أول. انتبه يا مس أن الجهة المضاءة جهة اليمين، لذلك سمي أحدب أول. إذا نعيد مع بعض أوجه القمر اللي أخذناها: محاق، هلال أول الشهر، نصف البدر، أحدب أول. هذول يا مس كلهم مضاءين من جهة اليمين. ومع استمرار الحركة يزداد الجزء المضيء لنرى القمر مضاء بالكامل. البدر، نصف القمر المواجه للأرض مضاء كله. نرى القمر على شكل دائرة كاملة. إذا في البدر نرى القمر على شكل دائرة كاملة. ثم تنقص رؤية الجزء المضاء من القمر شيئا فشيئا حتى يصبح أحدب ثاني أو أحدب أخير، بحيث يكون الجزء الأكبر من القمر مضاء. إذا مع استمرار دوران القمر حول الأرض يبدأ الجزء المضيء بالتناقص. مع استمرار حركة القمر وعند رؤية النصف الأيسر من القمر مضاء بنسبة 50%، يكون في طور يسمى التربيع الثاني، اللي هو الربع الأخير يا مس أو النصف البدر، بحيث يتناقص الجزء المضاء من نصف القمر المواجه للأرض. نرى القمر على شكل نصف دائرة. إذا زي ما كنا نشوفه في تربيع أول أو الربع الأول، اللي هو كنا نشوفه على شكل نصف دائرة بس لكن من جهة اليمين، وكنا نسميه تربيع أول. هون إحنا بنسميه تربيع ثاني أو الربع الأخير أو نصف البدر، يعني بيكون الجهة المقابلة للأرض من القمر على شكل نصف دائرة. وأيضا مع استمرار حركة القمر، لأنه لم يتم حركة القمر الحركة كاملة، هنا يظهر عندنا هلال آخر الشهر، يتناقص الجزء المضاء ليكون جزء ضئيل جدا على شكل خيط بحرف السيامس، هو اللي بيسموه هلال آخر الشهر أو هلالا أخيرا، هو الهلال اللي بيكون في آخر الشهر. آخر إشي برجع القمر إلى محاق ليتم دورته، ويكمل القمر دورة كاملة حول الأرض ليتم الشهر القمري أو الهجري، ويمر في جميع أشكاله. خلينا نحكي الأشكال: هلال جديد، تربيع أول، أحدب أول، بدر، أحدب ثاني، تربيع ثاني، وهلال أخير، ثم يرجع إلى محاق. تمام يا مس، هاي هي دورات القمر. سؤال: لماذا ونحن على الأرض نرى جانبا واحدا فقط من القمر؟ نرى جانبا واحدا لأن القمر يدور حول الأرض ويدور حول نفسه دورة كاملة تستغرق نفس الوقت، لأن القمر يدور حول نفسه وحول الأرض دورة تستغرق نفس الوقت. هيك أنا خلصت أطوار القمر، يعطيكم ألف عافية.